السلام عليكم البنات، معكم نصائح حليمة ولا كونساي دو حليمة. جيت اليوم نتكلم في واحد الموضوع اللي لا تعقلوا البنات. هادي واحد يومين حطيت واحد الفيديو على الناس اللي كيعملوا ديبريسيون وكيسدوا على يعني على نفسهم، وما كيبقاو يعني ما كيبقاو يتعاملوا مع الناس، وكي كيف قلت لكم داك السدان كيجعل لهم واحد الحقد اللي كيولي ما بينهم وبين لونتوراج ديالهم. هذيك لا فيديو عطات واحد الضجة اللي جاو عندي بزاف ديال الناس، وجاوني بزاف ديال التعليقات، وصيفطوا لي الناس وعيطوا لي وقالوا لي حطيتي يدك في واحد البلاصه اللي حتى انسانه من يعني من البنات اليوتيوبوز كنهضروا في الوصفات، كنتكلموا في بزاف ديال الحوايج، مي ما عمرنا قدينا ندخلوا نتكلموا في هذاك الموضوع، وانتي يا حليمه تكلمتي فيه. الوغ طلبوا مني ماذا بهم ونزيدهم واحد الحصة ولا جوج ولا ثلاثة باش نعاونهم يخرجوا من داك المشكل ولا ديك الأزمة اللي هم عايشين فيها. في الأول جاتني يعني كنت كنتسنى في الناس وفي التعاليق يعني يكونوا شوية فحال كنقولوا اش دخلك وباش كتعرفي. بالعكس قالوا لي ملي كنبغوا نشكيو على شي حد كيقولوا لينا سيروا عند طبيب نفساني. طبيب نفساني بيان سور خاصه الفلوس، وانا كيف قلت لكم ما عندي تاع خبره ما في طبيب نفساني ولا في شي حاجه ديال يعني هادشي ديال علم الطب ولا النفس، ولا انا غير واحد الانسانه كنخدم في فارماسي ومنزل عليا الله سبحانه وتعالى ملي كانت عندي ديك 15 عام، وانايا ملي كيتخاصموا صحاباتي ولا كيدابسوا صحاباتي كديما انا اللي كنصالحهم، ومع السن غادي وانا تابعه ولا هو تابعني وانا غادا معاه، السن تقدم بيا بقات عندي ديما هذيك يعني هذاك لو دون اللي عطاني الله سبحانه وتعالى. ملي كتكون شي مخاصمه ولا كتكون شي حاجه كيجيو الناس كيصيفطوا لي وكيقولوا لي خاصك تمشي معانا للبلاصه الفلانيه، ها واقع وها واقع. انا ما تنقولش لا في دوك الحوايج، تنقول وي نمشيو اللي قدينا نديروها نعملوها. البنات ملي طلبتوا مني هاد الطلب، انا واحد الانسانه كنخدم من الاثنين حتى السبت، انا اليوم كنفيلم لكم في هاد الفيديو اليوم الجمعه، وكيف دخلت لداري كتشوفوا فيا جلست فوق الطبله حيت نضاراتي، نتوما كتشوفوني خيال من احسن من اللي غادي نكون انا نشوفكم. عندي البنات عندي شوف قليل. المهم انا واحد الانسانه خدامه في فارماسي، من الله سبحانه وتعالى كيف قلت لكم عطيني واحد لو دون اللي هوايا عندي بزاف مع نصالح الناس. لاحظت واحد الحاجه اللي كنحمد الله وكنشكروا عليها، اللي تصبت في شي مواقف اللي كنقول يعني صافي كبرات، وملي كندخل والله القسم ما كنخرج كنخلي الناس كيضحكوا وكيوصلوني حتى للباب وكيقولوا لي ما خصك تعاودي تجي عندنا وخصك تعاودي تزورينا. هادشي كنقول لكم انا اللي كنعيش فيه واللي كنشوفه. باغ كونت الطلب ديالكم اللي طلبتوه مني نعمل لكم حصه ولا جوج ولا ثلاثه على العين وعلى الراس، هي يا كيف قلت لكم انا كنخدم من الاثنين حتى السبت، غادي تخليوا لي شويه ديال الوقت باش نخدم على هذا الموضوع، غادي تخليوا لي شويه ديال الوقت باش نشوف على ود انا كنقلب وكنجرب في الحوايج اللي غادي نعطيكم ونقسمهم معاكم كياخذوا لي الوقت. الا دخلت في هاد الحصات ديال نساعد الناس وماذا بيا
نساعد الناس، كل واحد كيفاش يمكن ليه عنده مشكل ويخرج منه، كيفاش حتى انا كانوا عندي المشاكل وخرجت منهم. وكيقول لك واحد المثال، الطبيب ما كيداويش نفسه، كيداوي الناس. هادي كونوا منها متقنين. بعض المرات كيوقعوا ليا البنات شي مشاكل اللي تنقول كيفاش حليمة كتحلي مشاكل الناس ومشاكلك انت حصلتي فيهم، مي اللهم لك الحمد كنعس، وملي كنفيق تنقول ها كيفاش غادي نعمل وها كيفاش غادي نعمل وها كيفاش غادي نعمل، وديك القضيه صافي تقادات، ما بقيناش ندويو عليها، اللي هي مشكلي انايا. غادي ناخذ واحد شويه ديال الوقت وغنتكلم ليكم في واحد القضيه وقعات هنا حدايا في الحومه ديالي، يعني هنا اون فرانس ماشي في المغرب. واحد السيده مغربيه فاسيه، كنت مشيت كنتقدى من كارفور، وهي مشات كتقدى وكانت متقله، وملي شفت السيده متقله يعني مشيت انا عندها وقلت لها واش بغيتي نعاونك، فين كتسكني، واش غاده بعيده وداكشي. قالت لي كنسكن حداك. قلت لها على كتعرفيني؟ قالت لي كنشوفك تدوزي. قلت لها هو ملي كتسكني حدايا يلا نهز معاك، وانا تانايا متقله ويلا نزيدو. الوغ البنات مع جايين، كلمه من عند هذيك السيده وكلمه من عندي، كلمه من عندها وكلمه من عندي. وصلنا للباب، حطيت لها التقديه ديالها، كل حد حطيت لها التقديه ديالها. ملي وصلت للباب قالت لي والله ما تمشي لما دخلتي تشربي شي كاس ديال اتاي. قلت لها لا حاجه، انا جبتك حتى لهنايا وهادي. قالت لي لا انا ما حاجاش، بصح والله تدخلي. المهم طلعت معها لدارها ما شاء الله، دخلت البنات. انا الان كنستغرب في هذاك في هذاك الموقف اللي تحطيت فيه. بقيت كنقول الدنيا غير قديد هكا، وحنا كيحسب لينا الدنيا كبيره. المهم دخلت عندها، مشات للكوزينه مسكينه تصوب اتاي، راجلها كان جالس الله يرحمه مات. سلمت عليه، حتى هو راجل كبير، سلمت عليه قلت ليه لاباس لاباس، قلت ليه انا كنسكن حداكم. قال لي شنو سميتك؟ قلت له سميتي فلانه. المهم ندوزو، المهم هي كتصوب في اتاي وانايا كنشوف، يعني كيف العاده حنا كنبقاو نبقو كنشوف في الدار كيفاش زعما مصوبه وداكشي. غادي يجيو ليا عينيا فوق واحد البوفي بحال الماريو، داك اللي كيحطوا فوق منهم التلفازات، محطوطه فوق منه ثلاثه ديال التصاور ديال واحد البنت كتحمق غزاله كتهبل. كنشوف دوك لي فوتو وتنقول ما عرفت فين شايفه هاد البنت. ايوا ملي هي صوبات اتاي، وكتعرفوا الفاسيات ما شاء الله، جابت اتاي وجابت دغيا البيستاش واللوز وداكشي، حطات داكشي. كان كيحسب ليها انا فاسيه بنت عمها. المهم فهمتها كيفاش انا كنتكلم هكا، فهمتها. قلت ليها هذوك التصاور ديال ديك البنت اللي محطوطين تمايا ما عرفت فين شايفاها، وهي تقول لي هذيك بنتي. قلت لها على عندك الاولاد؟ قالت لي عندي بنيه وحده. البنات كندوي معاكم ونوبه نوبه كنشوف بحال كنشوف في داك البوفي، كنت كنشوف في ديك الشوفه هكا وانا هنا في داري، وكيجيب لي الله محطوطين دوك التصاور تمايا. المهم قلت لها على انت عندك الاولاد؟ قالت لي عندي بنت. قلت لها وكيفاش كتخرجي كتقدي متقله وهكذا؟ قالت لي بنتي مخاصمه معانا، مخاصمه معايا انا وباها، ما شفناهاش 3 سنين هادي. قلت لها لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. قلت لها فين كتسكن بنتك؟ قالت لي في البلاصه الفلانيه. قلت لها المهم الحد الجاي، انا كنخدم السيمانه كلها، الحد الجاي ان شاء الله ملي نمشي نتقدى تلاقينا هي هذيك، ما تلاقيناش نجي لعندك ولا جي لعندي. قالت لي لا انت اجي.
قلت لها واخا، يعني مسكينة بقات كتسنى في داك الحد بحالاش باش نجي نجلس معاها ونجمع معاها، وهي ما عندها ديك 70 عام. المهم ملي وصل الحد وعدتها، مشيت لعندها، مشيت لعند ديك السيدة، قلت لها هاد البنت كنعرفها وفايتة شايفاها. قالت لي فين كنتي كتسكني قبل؟ قلت لها انا كنت كنسكن في البلاصه الفلان الفلانيه. قالت لي حتى انا. قلت لها بنتك هنا السكويله قرات فيها. قالت لي في السكويله الفلان الفلانيه. قلت لها حتى بنتي قرات في ديك السكويله. شويه وانا نقول لها عطيني السميه ديال بنتك. عطاتني السميه ديال بنتها. قلت لها صافي عرفتها. قلت لها بصح بنتك كنعقل عليها عندها 1 عامين ولا 3 سنين كبر من بنتي، يعني بنتها هي كانت عندها 35 عام، وانا بنتي دابا عندها 32 عام، بيناتهم ديك 2 ولا 3 سنين. ندوز لكم المهم باش ما نطولش عليكم البنات. قالت لي مخاصمه معايا. قلت لها الا عملتي فيا الثقه وخليتيني ندخل بواحد الخيط ابيض، ماذا بيا ندي هاد الاجر ما بينك وبين بنتك وهاد السيد باها اللي جالس هنايا. قالت لي والو، مشاو ليها العائله، مشاو ليها الناس. قالت لي صيفطت ليها الناس اللي قلت لهم انا يهوديه وسلمت بين يديها، وقالت لهم والو ما بقيتش بغيت نشوفها. المهم قلت لها اعطيني غير فين كتسكن. قالت لي على ما سمعت بنتي تحولات. قلت لها ما عرفاش دابا حتى البنت فين كتسكن. قالت لي لا، وانا نقول لها خدامه. قالت لي خدامه. قلت لها كتعرفيها فين كتخدم؟ قالت لي وي. مشات جابت لي لادريس، قالت لي فين كتخدم بنتي. قلت لها خلي لي شويه ديال الوقت وانا غنشوف اش كندير. الله شاهد عليا، بنتي غادا تسمع هاد لا فيديو وغادا تعرفني بنتي على من كندوي. المهم جيت للدار، قلت لبنتي، قلت ليها هاكان وهاكان. بنتي قلبت في الانترنت، قالت لي ماما هاد الكنيه وهاد السميه كاينين بزاف. قالت لي واش كتعرفيها في وجهها؟ قلت لها وي، يعني ديك السيده ما لقيناهاش في لو غوشيرش. اش عملت انايا؟ قبضت ديك لادريسه ديال الخدمه وكنعقل على البنت في وجهها. دازت عليها بلو دو 20 طون، اكثر من 20 عام دازت عليها، مي داك الفيزيك بقيت عاقله عليه. مشيت للخدمه، بقيت واقفه في باب الخدمه، الخدمه ديال الباب مسدود ما تقديش تدخلي، وما عنديش حق نصوني، غادي يقولوا لي عد من جايه وش كنتي وهادي وخدمتها هاديك، يعني عليا بالثقه. بقيت كنتسنى ساعه ونص وانا كنتسنى. خرجت هذيك السيده، خرجوا الخدامه وهي تبان لي خرجت. ملي خرجت ما بقاش داك الفيزيك اللي كان عندي انا في الدماغ ديالي ديال ديك السيده. السيده كبرات وطوالت وزادت تبارك الله زيانت، ولات يعني الا نقول لكم لي مانكا تيبانو قدامها والو، زينه واحد المشيه واحد. بقيت كنقول لا ما يمكنش، ماشي هي يا فلانه، لا ما يمكنش. وانا نقول نديرها في يد الله. مشيت عند الفيجيل اللي واقف في الباب ديال لا سوسيتي، قلت ليه واش هذيك السيده اللي غادا لهي وسميتها فلانه؟ قال لي وي. وانا نتبعها، تبعتها، قلت ليها سمحي لي بغيت ندوي معاك. دخلت معاها بالعربيه ديريكت باش تعرفني بين ما جايه على موضوع عائلي. قلت ليها سمحي لي بغيت نتكلم معاك. قالت لي شنو؟ قلت ليها الا ممكن تعطيني نص ساعه ولا 10 ديال الدقيق، الوقت اللي انت يساعدك وامتى انت تبغي ماذا بيا. انا ما جيت غير بغيت ندخل بواحد الخيط الابيض ما بينك وبين واحد السيده تخليتي عليها ونسيتيها، ولكن الله اللي عالم شنو بينك وبينها، شنو هي دارت لك وعلاش انت وليتي هكا. قالت لي ملي تكلمتي بحال هكا، قالت لي يلا مشو شي بلاصه. طلعت معاها في الطوموبيله ديالها، ما عمرني ننساها. قالت لي كنت كنقرا مع بنت كلامية. قلت لها وي. قالت لي نمشيو لشي قهوه. قلت لها انا نكون معك صريحه من هنايا، انا ما كندخلش للقهاوي، كاينه شي بلاصه محترمه نمشيو نجلسوا فيها ولا يلاه معايا لداري. قالت لي فين كتسكني؟ قلت لها اون فاس امك. قالت لي لا. قالت لي اذا انت تمشي معايا لداري.
مشيت معاها لدارها. المهم عرفتها فين تحولات وفين ولات كتسكن. قالت لي كنعقل عليك، وكنعقل عليك ملي كنتي كتجي تدي وليداتك من السكويله وهادي. البنات سهل عليا الله وعطاني الله واحد نزل لي الله داك النهار، كنظن الله سبحانه وتعالى نزل لي واحد الملائكه اللي نزل ووقف لي فوق راسي وقال لي انا معاك ما تخافيش. البنت جاتني قويه، البنت جاتني ولات واحده اخرى، البنت جاتني ماشي ديك الانسانه اللي انا مشيت ليها غادي نصالحها مع امها، وليت في واحد الموقف ديال واحد الانسانه اللي مجهده عليا، وداكشي بان ليا بحال تحداني. ولكن كيف قلت لكم الله سبحانه وتعالى بحال صيفط ليا شي ملائكه وقف ليا فوق راسي وقال ليا ما ترجعيش باللور كملي. ايوا تكلمت معاها في الموضوع ديال امها وقلت لها امك محتاجاك، امك كبرات، امك هادي. قالت لي ليسي مو ان بو طون، خلي لي شويه ديال الوقت. قالت لي ما بغيتش راجلي يعرف، ما بغيتش يعني بناتي يعرفوا. قلت لها وي. قالت لي امك بما عندك جوج ديال البنيات. الموضوع صالحتهم وسهل عليا الله، ودازت عليها 3 شهور. دازت عليها 3 شهور، مات الوالد ديالها، اللهم لك الحمد، مات الوالد ديالها وهي 3 شهور وهي كتمشي تشوفه وكتجي وكتجلس معه وكتاكل وكتشرب معه. مات الوالد ديالها، دفنوه. دازت عليها نقول لكم البنات دازت عليها اكثر من شي عام. انا غدا نتقدى في واحد السونتر كوميرسيال كبير وانا نتلاقاها هي وامها. سلمت عليهم وامها بقوه اللي وليت عندها عزيزه بغات تجبدني تهبطني عندها باش تبوس لي على راسي، وانا تنقول ليها لا 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 لا، وهي تقول لي وقولي لي مبارك مسعود. قلت لها مبارك مسعود علاش؟ قالت لي بنتي قيداتني غدا نمشي للحج. قلت لها والله الا هادي يعني هزيت عينيا في بنتها وقلت لها عرفتي شنو عملتي؟ محيتي كاع داك الغضب اللي كانت غضبانه عليك، وانتي ملي عاودتي ليا اشنو وقع بينك وبينها تصالحتي مع نفسك، وملي تصالحتي مع نفسك تصالحتي مع امك. قالت لي وقيدتها في الحج خصها تمشي دير الفاكسا وداكشي. دابا الام كتقضي لا بليبار دو فوا كنطلب من الشارجر ديالي على ود كنشوف الضو عندها واش شاعل ولا ما شاعلش. الا بان لي الضو شاعل توفا بيان، ما بانش لي الضو ما شاعلش كنقول ياك معيانه كنمشي ندق عليها. ولا كيبان لي ديما الظلام. ملي عيطت في التليفون ليها قلت ليها الحاجه ياك لاباس وداكشي، قالت لي لا راني وليت اكثريه عند بنتي ومع بنيتات بنتي، واليامات اللي كيكون الجو بدا هكذا بدا كيسخن كتقطع ليا وكتصيفطني للبلاد. كنجلس في البلاد ديك شهرين ولا 3 شهور. البنات عاودت لكم هاد القضيه ملي سقسيت السيده البنت وقلت ليها العائله والخالات والعمات والجدات والجيران كانوا عارفينكم خاسمين، حتى واحد ما حاول يصالحكم. قالت ليا ثقي بيا صيفطوا ليا الناس اللي من الجامع، يعني جاوني من الجامع. قالت لي واحد الامام جاني مهرس ودير القبص في رجلو وقال لي واخا راني معطوب جيتك غير باش نصالحك. قالت لي وقلت لهم والو. قالت لي كيفاش انتي دخلتي ما بيني وبين امي وصالحتينا ورديتيني هكا ما بيني وبين امي؟ قالت لي عندك شي حاجه. قلت لها انا ملي كنت صغيره وانا عندي مع هاد شي الصلح، عندي مع هاد ملي كتنوض العافيه وكينوض الصداع وكينوض. قلت لها معطيني سبحان الله العلي العظيم اعطيني 5 مينوت كنطفي كل شيء، ولكن كاينين شي ساعات اللي كنقول الله اللي عطيني هاد الشيء، ماشي من عندي، ماشي قوتي، ماشي يعني كبريائي ولا لا حاشا، الله سبحانه وتعالى عطيني ان دون كنصالح به الناس، جعلني اللهم لك الحمد
يا ربي جعلني قابطة حتى بلاصتي في خدمتي 30 عام هادي، جعلني داك لو دون اللي عطيه لي الله سبحانه وتعالى اللي دخل جا بغي يخدم معانا، كي يجي عندي انا الاولى كيقول لي فك الضحك ودغيا ما كتقوليش لينا يلا جيتو تبداو، دغيا كتردينا بحال حنا تا حنا قدام معاك في لابواط. يعني انا هاد الشي معطيني، لهذا قلت لكم ملي طلبتوه مني درت لكم ديك لا فيديو ديال اللي غادي باقي ما سميتها البنات، انا كنظن غادي نسميها تسامح مع نفسي ولا تصالح مع نفسي. عاد غادي نحط لها الاسم ديالها ملي ان شاء الله هذيك لا فيديو غادي نحط لها الاسم ديالها، ونشوف الوقت اللي يكفيني ما بين الوصفات اللي كنبغي ندي فيهم الاجر معاكم وخدمتي وداري، نعطيكم نوبة نوبة حصة ولا جوج ولا ثلاثة باش نساعدكم تخرجوا من هذيك الأزمة، ولا تخرجوا من وحدة خرجت مسكينة من خدمتها وهذاك قوتها وقوت ولادها ومشاليها، نقول لك كيفاش تخرجي من داك المشكل. يعني كنطلب من الله سبحانه وتعالى الوقت يكفيني والعمر يزيد بيا القدام، ونعطيكم كل ما طلبتوه مني وكل ما ينفعكم وينفع طلباتكم اللي انتم كتطلبوها مني. لهذا البنات جيت عملت لكم هذا الفيديو، وقول لكم بالما تعليقاتكم والتليفونات ديالكم والميساجات ديالكم على لا فيديو اللي انا عملتها ديال الناس اللي عندهم عقدة مع نفسهم، غادي هاد لا فيديو حتى هي غنحطها لكم غنصيفطها لكم تشوفوها وتسمعوا نوبة نوبة الحوايج اللي انا وقعوا ودخلت فيهم، والله ملك الحمد كنسميهم ميسيون امبوسيبل. بارفوا كنمشي لشي بلاصه اللي كنحط رجلي كندخل وتنقول لهم ما يمكنش ما عندنا ما نديرو، وكنشوف في الناس وكنقول لهم صافي وصلت القضيه وصلت وما كنخرج حتى كنخلي الناس ضاحكين. كيف قلت لكم كيتبعوني حتى الباب وكيقولوا لي والله تتعاودي ترجعي عندنا، منين اصلك وشكون نتيايا وبنت من نتيايا؟ انا حدي كنقول لهم كتعرفوا البوغوس واليد، كيقولوا لي وي، كنقول لهم انا متواليد، كيقولوا لي الله يا ودي هذاك الولد الله يعمر هذا هذاك السيد هادي، كنقول لهم انا متواليد وليد، حتى هو كيغوندي لي سيرفيس وليد حتى هويا، مي ماشي بحال بحال وليد. ملي كتبان ليه شي مرا كبيره هزت قضيه كيسمح فيا انا مو في الطريق وكيمشي كيجري وكيهزها معاها، دابا عنده 30 عام ما شاء الله. لهذا قلت لكم البنات نصائح حليمه ولا دي كونساي دو حليمه، كنوعدكم حتى نجي نوبه نوبه نعطيكم حصه من كيفاش نتخرجوا ولا كيفاش نخرجوا من واحد المشكل، وبمساعدة حليمة وبنصائح حليمة، ولا تبعتوه وانا عطيتكم الحل وانتم تتبعوه اكيد غادي تخرجوا من المشكل ان شاء الله الى بغى الله سبحانه وتعالى. كنقول لكم نصائح حليمة كتقول لكم تصبحوا على خير، ليلتكم سعيدة وجمعة مباركة، وعلى بروشان فيديو. السلام عليكم.